واو. طبعا هذه هني العده، الاضاءه، الكاميرات، شغل عدل. الحين رايح اكمل شغل حق المشروع اللي قاعد اشتغل عليه. شنو هو؟ للحين ما قلت لكم، راح تعرفون ان شاء الله قريب. صباحكم الله بالخير بفيديو ثاني في قناه ذا بلوش، وهالمره هذه فلوج. كل الفيديوهات اللي طافت كانت مقابلات شارع، لكن قلت فلوج كذي بالنص راح يكون ان شاء الله بينهم، وكذلك في مقابلات شارع بعد يمكن يومين ثلاث ايام. المهم فهالمره هذه بيكون فلوج بناء على طلب المتابعين. قالوا علي نبي نشوفك تسولف، نبي نشوف يومك، نبي نشوف تجهيزات الشيء اللي قاعد اجهز له صار لي تقريبا ثلاث اسابيع، والحين راح تفهمون، راح اقول لكم شنو هذا الشيء، والشيء هذا حق الكل مو بس حق الكويت. حدي متحمس له، حدي متحمس له. المهم يلا خركب سيارة نسولف ونكمل سوالف. Let's go. أنا أول شيء ناخذ مفتاح السيارة، اللابتوب، ونروح نركب السيارة. أوكي وركبت السيارة، الحين متوجه إلى مكان بقعد فيه، بتشوفون شنو بقعد فيه عشان أخلص شغل وتجهيز حق المشروع اللي أنا قاعد أشتغل عليه، المشروع الثاني ولله الحمد. المشروع الأول اللي تكلمت عنه قبل تقريبا ثلاث شهور اللي هو كان فيسل، الحمد لله وايد الامور تمام، اللي هو مال القهوه وتي وروكي رود، والمتابعني من زمان يدري هذا مشروع بلش فيه امريكا، قاعد نكمل فيه وقاعد نشتغل عليه. لكن قلت ابي مشروع ثاني مو بس حق الكويت، لان هذاك اكل وقهوه، صعب اني انا اشحن السعوديه، قطر، عمان، الامارات، ما ادري وين. فجت لي فكره ثانيه صار فيني اوكي. اغلب المتابعين قاعد يقولوا علي نبي شيء حقنا، اللي هم مو بالكويت، نبي شيء حقنا، نبي نطلب فيسل اصلا بس مو قادرين، لان ما صعب اني اوصل اكل لبرا. فقلت نطروا، جايب لكم شيء وايد قوي، والجو قاعد يبرد الحين، هالشيء هذا يلوق على البراد، عاد انتوا يعني فكروا شنو هالشيء هذا. المهم خل اروح اكمل الشغل، لانه احتاج اني اخلص الشغل خلال اسبوع 10 ايام بالكثير، ويكون هذا الموضوع كله جاهز، فدعواتكم، ليتس جو. ايه والله اشتقنا حق الفلوجات هاي الربع، والله اني اشتقت، بس شو اسوي؟ الاغلب يتابع مقابلات الشارع اكثر من فلوجات، انا اعطيكم اللي تبونه، بس هالمره هذه لعيونكم فلوجات حق اللي يحبون الفلوجات. وصلت المكان اللي صاير هبتي الجديده، اذا كذي بشتغل هذا اروح هناك، ستاربكس اللي يم بيتنا الجديد، تو مبطل. وهذا ستاربكس مالنا الجديد، وهذا ستاربكس. طبعا انا وايد مستانس على هالمكان هذا، لانه يذكرني بشارلت، ستاربكس مال شارلت، اللي متابع فلوجات قبل يذكر. ما ادري نفس القعده، نفس الالوان، يعني هو ادري كل ستاربكس نفس الالوان، بس يعطيني فايب شارلوت، ما ادري ليش. Hey man, how are you? How's going? Good morning. Good, good. اوكي طبعا صار لي تقريبا ساعتين قاعد اخطط وقاعد اسوي الريسيرش اللي احتاجه باللابتوب، وقاعد ارسم وقاعد اكتب وقاعد اصمم، وما ادري اذا قاعد اصمم بس المهم قاعد اصمم بعد. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما بقى شيء. انا خلصت واحد من التصاميم وجربته والحمد لله وايد حلو، بس ابي اسوي بعد ثلاث اربع تصاميم عشان يعني كل واحد وذوقه، يمكن الاول ما يعجب بعض الناس يعجبهم الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه. المهم دعواتكم يا الربع، دعواتكم ان شاء الله المشروع هذا راح يكون حق كل الناس في كل الدول، وين ما كنت يوصل لك هذا الشيء اللي ان شاء الله قاعد اشتغل عليه، واللي راح اعلن عنه نفس ما قلت يمكن اسبوع اسبوعين بالكثير، يعني لازم الجو شوي يبرد وحالاته بالبرد. تعرفون شنو؟ رجعت البيت والسيد يوسف، السيد يوسف متواجد. يوسف ورنا ورنا ورنا، شنو على بطنك؟ على بطنك؟ شنو هذا على بطنك؟ يعني؟ ايه شنو هذا؟ ديت. شنو؟ ديت. ديتش؟ لا ديت. شنو ديد؟ شنو هذا على بطنك؟ ديد. شنو اسمه هذا الكائن الحي على بطنك؟ ديد. شكو ديد؟ منو ديد؟ منو ديد؟ شوفوا الادلاق، ورهم الادلاق، تعال ورهم الادلاق، دور ورنا الادلاق. شنو هذا؟ والله فن ومهارة، بس واخذ حتى هذا الباندا. يوسف شنو هدفك بالحياة؟ هدفك بالحياة؟ ايه شنو هدفك بالحياة؟ هدفك؟ ايه شنو هدفك بالحياة؟ وتمسك بالحياة. انا بس يعني اللي يريبيدي. هدفك بالحياة شنو؟ هدفي بالحياة؟ ايه الهدف يعني هدفك الاكل صح؟ ايه هدف، يلا بالعافية. خش هدف الاماني مثلني وايد مرات. اوكي توني خلصت نادي يا جماعة، والحين رايح عندي مقابلة، راح تشوفون ان شاء الله شنو هالمقابلة ووين راح تنعرض، وراح يسألوني اسئلة تهمكم ممكن، يعني
تمام، خليني اروح المقابله واكمل سوالف عن المشروع اللي قاعد اشتغل عليه وقاعد اجهز له، لان هم بعد المقابله راح اروح مكان وراح اكمل شغل على المشروع. ويا ليتس جو، ان شاء الله تاخر المقابله ووريكم على السريع هني الاغراض، بعض الاغراض اللي حق المشروع الجاي. فيريفايد الربع، فيريفايد. اوكي المفروض اني وصلت، بس خل ادور وين مكان التصوير. قال لي لازم ادش قهوه اصعد فوق ما وين. المهم الجو صار وايد حلو يا جماعه، الجو صار عجيب، حيل حيل عجيب والله. نصيحه طلعوا تمشوا. خل اوريكم الفيو اللي بالاب تاون. طبعا هذه مدينه الكويت، هذا جزء من المدينه، وفي هني مكان قاعد يبنونه صراحه شكله نار، بس ما ادري شنو هو. وصلنا المكان. يا هلا ومرحبا المذيع المتالق عبد العزيز درويش. احلى مسا طبعا لمحسن اليوم نورنا يا بعد راسي العزيز، وما شاء الله على اليوم ترى قاعد راح اليوم ماشي على ستايلي. هو شنو اليوم شنو مسوي؟ راح يكون نظام انترفيو عادي، مقابله عادي، بس هو راح يعطيني نظام الحين كنا كان النظام اللي قاعد يسوي ذا. اوكي اوكي، يعني اليوم اسئله بتسالني اسئله، ان شاء الله بيشوفون البرنامج هذا وين؟ ان شاء الله راح يشوفون ان شاء الله على قناتك وقناتي في اليوتيوب ان شاء الله. تمام تمام، ان شاء الله من ينزل راح احط لكم انا، فتابعوني انستغرام سناب شات، راح اقول لكم من ينزل فيديو وقناه عبد العزيز باليوتيوب ان شاء الله. ها جاهز؟ يلا جاهزين، يلا ليتس جو. طبعا هذه هني العده، الاضاءه، الكاميرات، شغل عدل. اضاءه هني ثانيه، حسيت نفسي صدق. ها يلا عاد الحين محسن اجواءك. اجوائي اجوائي عندي الموضوع. يلا يلا مذيعنا متالق، تونا خاصين اللقاء، شلون اللقاء؟ والله كان حلو. اعرف اسولف ولا ما اعرف اسولف صراحه؟ لا لا اسكتي ما شاء الله عليك. لا يعني اصير مذيع خلاص؟ لا انت اصلا مذيع. نحول قناه الكويت؟ حول انت، انت يعني ما شاء الله يعني لك مستقبل. يا بعد راسي حبيبي مخرجنا هني. يا هلا نور، ضبطنا بالتصوير وبالله. امدحني امدحني. ما شاء الله يعني الشغله يعني ماشي حاله ماشي. مشكور مشكور، خش بعدين. المهم خلصنا من اللقاء نفس ما شفته، والحين رايح اكمل شغل حق المشروع اللي قاعد اشتغل عليه. شنو هو؟ للحين ما قلت لكم، راح تعرفون ان شاء الله قريب. فابيكم كلكم الحين يا جماعه، كلكم 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 تروحون انستغرام تسوون كابتشر على هذا الحساب، هذا حساب المشروع مالي. ابيكم كلكم الحين تروحون وتضيفون الاكونت. ابي اقوى دعم يا جماعه، يا جماعه لا تخلون دعمكم ما استغني عنه. ابيكم كلكم الحين تروحون على انستغرام، وان شاء الله راح تعرفون شنو المشروع هذا قريبا، وانا هني قاعد اعطيكم يعني مقبلات عشان تعرفون شنو المشروع. المهم خليني اروح اكمل شغل ونخلص واجب التصاميم. هذا هني تجهيز التصميم، ما راح نحرق عليكم، نطروا نطروا. اوبا صارت صارت يا الربع، شوف البرتقالي يلعب لعب. انطر انطر انطر، اللي يحبون البرتقالي واللي ما يحبونه راح يحبونه قريبا، راح تعرفون حق شنو. شوف الحركات الثانيه، مو بس برتقالي، شوف الحركات، شغل عدل والله. خوش مكان حق تصوير، توقف وتصور ان شاء الله حق المشروع. بني يصورني عجبني، خلاص نعتمده. نعجب بسيطين والله، ليتات وعطوفق حافين صبغ مستانسين. طب الحين بروح اكل، في مفاجاه بتشوفون منو بيكون بالفلوج بعد شويه، شخص تحبونه وايد. المهم بروح اكل بعد شوف شنو بنسوي. العود نور نور الفلوق نور. اشتاق لك والله، ما تكفى ما اشتقت حق الكاميرا. ها ما اشتقت حق الكاميرا والله العظيم، اشتقت ما اشتقت حق الاضواء. خوش مفاجاه والله. ايش رايك شلون؟ ايه شلونك؟ بارك. شنو شنو هدفك بالحياه؟ جاوب. هدفي بالحياه اعمار الارض، اضاء الولدين. الله اهم شيء. ثاني هدف النجاح والتوفيق. اوكي الزواج. الزواج هدفك هذا يعني بس؟ وبس ما اتوقع في شيء والله. يوعان يلا يلا يقول عازمني اليوم. تستاهل. اجي قدام الكاميرا يلا. ميد نايت نطلب. ميد نايت اقوى برجر والله. رحنا هذا المطعم من قبل اكيد اللي بالكويت عارفينه، سلايدر سايد ستيشن. ندب مطاعم الحين. يلا يلا ليتس جو ليتس جو. ها ايام الحجر تذكرك اليوم يولنا. الله هذا جيل الاونلاين. شنو شو وين داش؟ كلاس. كلاس؟ ليش في اغاني؟ هي تحط اغاني لما يبلش الكلاس تسكر. اه تطبيره يعني. الله خلنا نشوف ورنا طالب من الطلبه، خلنا نشوف. بس ما حد فاتح ما حد فاتح كاميرا. اه كا منوره. ماكو احد. التعليم عن بعد، هذا التعليم عن بعد. مشكله يوم كنت طالب انا، يوم كنت طالب ما كان عندنا السوالف.
احلى احلى قد ضحك. بلش كلاس كلاس. شنو هذا؟ انفايرمنتال انجينيرنج. شنو يعني بالعربي؟ بيئه. شنو بيئه؟ هندسه البيئه. شنو يعني؟ شو تسوون يعني؟ ازرع تين، تفاح، طماطم. منوره. هذه منو؟ صينيه. الدكتور هذه؟ ايه. ولا شوف 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 قلة أدب ومسخرة على أصولها. كاو أنت وينك؟ تعال تعال يلا. طبعا رايحين يا جماعة مجمع الرحاب. لا ننزع على طول. رايحين مجمع الرحاب. آخر مرة رايحة يمكن 2010. والله توني أدري إنه بطلوا محلاتيني. على أيامي كان هذا كله ما أدري وين، أو يمكن بس صوب ثاني ولا أوكي هذا ما كان موجود. الله قديم قسما بالأخبار. اخبار انا كنت من هذا المطعم. لحظه هذا المطعم. والله ذكريات. هذا البقال عندهم حب ما شنو هنا. ايوه مكسرات. هذا فريش الرحاب. والله ذكريات. والله هني اذكر والله المحلات هذيل على اخر شيء بطلوهم. الممر هذا ايه. شوف هذا كلهم شيء سوال فقرات ما فقرات. اوه كابتن ماجد يا جماعه والله قديم. طعاني سوالف ثانيه. صعدنا فوق. هذا محل كان هني ايش كبره ما شاء الله سكر ودع خلاص. الرحاب جيم سبوت. هناك كانوا يبيعون افلام دي في دي ما شنو. وهني في بقاله. هذا اقوى بقاله بكوكب الارض اليسار. والله اقوى بقاله بكوكب الارض. كنا هذه بس سكرت. قسم بالله يا جماعه ذكريات. ايش قاعد تسوي انت؟ قاعد تصورني؟ والله يا جماعه ذكريات. كنت دائما هي مع الشباب من عمري يمكن كم 12 ل 17 18 كله سوالف سوني رحاب. لازم كل خميس ما ادري كل سبت. 2005 حبيت فيه. 2005 حبيت الحب. 2005 اي 2005. زين وجهي قاعد يغطي على هذا. زين. السلام عليكم شلونك؟ تذكر من انا؟ من متى كنت ايام؟ والله يا جماعه انا اذكر الرجال الطيب حسين ابو علي حبيبي جيم سنتر من عمري يمكن كم 10 سنين 10 اقل 11 12 الحين فوق اكثر. حبيبي. شوف هذيل كروت يوغي. طبعا اللي يعرفني يدري اني انا كنت احب كروت يوغي وايد. كنت احب كروت يوغي. والحين كروت يوغي القدم اللي على ايامي يجيبون اسعار فلكيه. لو تدشون بيوتيوب وشي تكتبون كروت يوغي القديمه حيل العملاق المعذب. العملاق المعذب. هذا ترى يمكن يجيب فوق ال1000 يمكن. الحين هذول كلهم يدد. بس قبل كان في كروت قديمه. هذول عليهم طق وايد. الحين ينباعون وايد. طالع شنو لقينا يا جماعه؟ مكان حق يوغي. شوف الطوفه. واو هذول صجيين والله. قدم هذيلا انا على ايامي هالكروت هذيلا. واو خوش طوفه والله. شوف هني بعد بوكيمون كله 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 والله نار. اوكي. على علم الكويت المفروض يعني. قاعد تشوفون؟ علم الكويت والله نار. ها؟ جيم منو؟ جيم ثرو؟ المهم شوفوا ما شاء الله يا جماعه هالمحل هذا شنو عنده؟ اشياء اثريه. في اشياء يمكن اكبر من النص اللي قاعد تتابعون الفلوج. والله شوفوا سوني 1 سوني بيبي. هذه بيبي سوني 1. وهذول هذا انا ملحق عليهم. سيجا شنو؟ سيجا ميجا درايف. اوكي في بلاوي. اشياء وايد قديمه يا جماعه. هذول اشياء اثريه. كمبيوتر صخر. كول اوف ديوتي 2. الا هذا متى سووه؟ والله شوف ما شاء الله عندهم اشياء اثريه. بلاوي اشياء سوني 1 سوني 2 جيم بوي وايد اشياء ما شاء الله. ريانا تصدق شابه. اوكي سكر المجمع طردونا. بس رحله جميله. متى اخر مره يا رحاب انت؟ قبل 8 سنين ونص. صدق والله؟ لا قبل شهر. انت اوكي. انا صدق جاي يمكن قبل 10 سنين 9 سنين ما يعني ما اذكر. صدق اخر مره ما اذكر. كنا مسجونين يمكن قبل امريكا. قبل ما اروح امريكا كل يعني قبل ابتعث اصلا. بس
شعور حلو صراحه، ميموريز ذكريات يا اخي. مكان كنت هيله وايد يا جماعه، ما تتخيلون ايش كثر. كنت اللي يشتغلون كلهم اعرفهم. المهم يا جماعه عشان ما اطول عليكم فلوق زياده، ان شاء الله بعد يومين ثلاثه راح ينزل فيديو ثاني اللي هو مقابلات شارع. هذا الفلوق بس كذي عشان اوريكم يومي بشكل عام، وهم يعني في ناس يحبون الفلوقات فقلت ليش ما اعطيكم فلوق اوريكم شنو سويت، وكذلك عشان اقول لكم عن المشروع اللي راح اعلن عنه. اذا انتم للحين ما سويتوا فولو دشوا سووا له فولو يا جماعه، سووا كابتشر روحوا سووا فولو حق الحساب، وان شاء الله راح اعلن عن المشروع قريبا خلال اسبوع 10 ايام ان شاء الله بالكثير. والمشروع هذا حق الكل مو بس حق الكويت، يعني بعمان بالامارات بقطر بالسعوديه بالمغرب اي دوله ان شاء الله هذا مشروع لك انت بعد ولك انت بعد، فانا وايد متحمس. المهم واز اولويز ستي بوزيتيف از ذس اند سمايل باي.